اهلا وسهلا بيكم مواليد برج الميزان الهوائي. طبعا مواليد برج الميزان بيبتدوا من 23 سبتمبر اللي هو شهر 9 الى يوم 22 اكتوبر. تمام. طبعا في عشريات برج الميزان بيبتدي من 23 سبتمبر ليوم 30 سبتمبر، دول بيكونوا ما بين العذراء والميزان، يعني بيبقوا ترابي هوائي، مزاجيين بعض الشيء، متقلبين المزاج. وطبعا انا ما بحكمش بالبرج الشمسي لوحده على الشخص، لا، يعني الاسئله اللي بتجيلي من المتابعين، انا برج الميزان توافقي ايه مع رجل حوت فرضا؟ ما بعرفش اجاوب بالبرج الشمسي، بس لازم تبقى قدامي تاريخ ميلاد الشخص، الخارطه الفلكيه بتاعته، الزهره العقرب، الزهره والقمر فين، كوكب الزهره بيحدد لي طريقته في الحب، القمر بيحدد لي ميوله العاطفية أو الاحتياج العاطفي أو طريقته إزاي اللي بيرغب يلاقيها في الحب. هو ما بعرفش أحكم بالبرج الشمسي. يعني إيه البرج الشمسي؟ إن الشمس كانت في برجك فين؟ تمام؟ الزهرة والقمر بتديني طبعا انطباعات كتير، المريخ بيديني انطباعات أكتر عن الشخص، عصبي مزاجي حسب المريخ عنده في برج ناري ولا هابط في السرطان، بيحدد حاجات كتير الصفات الشخصية، مش بعتمد بس في تحليلي على البرج الشمسي. تمام؟ ده بالنسبة للي بيسألوني عن توافق الأبراج، أنا بجاوب بشكل عام، لكن تاريخ ميلاد الشخص ده إيه؟ أي عشرية من الميزان بتفرق كتير. طيب نرجع لموضوعنا، توقعات برج الميزان. طبعا احنا قلنا من 23 سبتمبر ل 30 سبتمبر دول بيكونوا ما بين العذراء والميزان. العشرية الأصلية البرج الميزان الأصلي بيكونوا من 1 أكتوبر ل 20 أو 21 أكتوبر، بيكونوا ميزان أصلي اللي هم ميزان جداً هوائيين قوي، يعني برج الميزان ينطبق معهم بنسبة 100%. من بعد هذا التاريخ، من عندكم من 22 أكتوبر ل 30 أكتوبر، دول بيكونوا ما بين الميزان والعقرب، دول بيكونوا هوائيين مائيين، بتختلف تماما عن طبيعة الميزان الهوائي، بيغلب عليهم الطبيعة المائية، بيكونوا حساسين، بيميلوا للزعل بسرعة، غضبين. المهم ده مش مجالنا، نكمل. بالنسبة لك يا برج الميزان، 2023 دي معلش نقدر نسميها سنة الضغوط والتخطيط، ونهايتها خير. يعني هتبتدي السنة هتحس ان انت عندك ضغوط في الشغل، ضغوط من ناحية المسؤوليات والعيلة والأسرة والأولاد والأهل، ضغوط مثلا من ناحية ان انت عريس وبتجهز عاوز ترتبط وتستقر، فهتحس ان انت مضغوط جدا الفترة اللي جاية دي، لان المشتري كوكب الحظ في المال والشهرة والأعمال وهكذا، بيكون في وضع معاكس شوية لبرجك، هيبتدي يدعمك من 16 مايو. يعني انت هتفضل من شهر يناير ل 16 مايو، الفترة دي بالنسبة لك هتبقى عندك ضغوط، بتحاول تقاوم الضغوط اللي عليك، لازم تاخد بالك من الضغوط اللي عليك، لو في عقد عايز تمضيه يفضل تأجله ل 16 مايو لو مضطر. فدي بقى بتبقى حسبة فلكية كده على حسب تاريخ ميلادك ايه، بنديكوا ايام معينة في الشهر لازم تستغلوها انكم تمضوا العقود دي، ده لو مضطر، يعني لو مضطر انك من يناير لمايو تمضي عقد ينصح بلاش تأجلها، او لو عاوز تمضي على عقد عمل جديد او عاوز تسافر بره يفضل الفرص اللي بتجيلك من 16 مايو افضل واحسن. طيب ليه؟ عشان المشتري هيبقى في وضع داعم ليك من هذا التاريخ. تمام، بلاش تتردد في القرارات يا برج الميزان، فكر رتب أولوياتك، المريخ هيدعمك شوية من الضغوط دي على قد ما يقدر، هيحاول يخليك تتخلص منها بالتخطيط والتفكير الداعم. عندك نقدر نقول ان من فترة 13 يناير ل 25 مارس ده هيبقى بالنسبة لك وضع مريح حبتين في الفترة دي من الضغوط اللي انت هتبتديها أول السنة. نقدر نقول ان الفترة دي لو عندك سفر سافر، سواء لرحلة عادية جدا او لسفر للعمل، لو مضطر التواريخ ده عندك مناسبة انك تسافر فيها، بلاش قبل هذا التاريخ او بعده. احتمال كمان بعض مواليد برج الميزان الاصليين اللي من 1 اكتوبر ل20 عندهم الفترة دي ترقية، او في خبر يجي لهم بخصوص عمل كانوا منتظرين يجي لهم خارج البلاد، هيجي لهم قرار في هذه الفترة اللي من 13 يناير ل25 مارس. زحل هيبقى داعم لك من اول السنه رغم انه بيبطئك شويه، بس هيديك الحماس انك تنجز وتخلص الانجازات وتتحرر من الضغوط اللي عليك دي لحد 17 مايو. بعد كده المشتري هيدخل في برج الثور،
طيب ده منزل ايه؟ المدخرات، الامان المادي، ازاي نكون نفسنا، ان ازاي نبتدي بقى اللي احنا خططنا له طول السنه ننفذه من بدايه مايو. فانت عندك من 17 مايو ده اسمه ايه؟ التنفيذ، تنفيذ الخطط. هتبتدي بقى إيه لو عندك حاجه عايز تبيعها، الفتره دي مناسبه جدا للي هم بيعرضوا منتجاتهم او في مجال التسويق او في المبيعات او صاحب بيزنس خاص وشغله بيعتمد على الدعايه والاعلان، الفتره دي حلوه ليك جدا. لو انت شخص مشهور او فنان عاوز تنزل البوم غنائي او حاجه زي كده، يفضل في هذا التاريخ 17 بعد 17 مايو. افضل فتره عاطفيه مناسبه ليكوا يا برج الميزان من 5 مايو، من 5 يونيو اللي هو 5 6 الى 23 7 ومن 4 سبتمبر ل 18 اكتوبر. ليه بقى الفتره دي هايله؟ وضع الزهره في برج الميزان هيبقى داعم ليكم، هيبقى عندك سحر، هيبقى عندك كاريزما، عندك احتمال علاقه صداقه تتحول لحب حقيقي، هتحاول تحافظ على الانضباط، هتحاول هتخطط في بدايه السنه ازاي تحكم مصاريفك، ومن بعد 17 مايو هتبتدي تصرف في المعقول، مش هيبقى عندك لا افراط ولا تفريط. طيب نبتدي ناخد بقى كده بالدقة شهر شهر، ايه هيبقى يعني بالتفصيل هيبقى عامل معاك ازاي، وان شاء الله كده هحاول انزل لكم كل برج هيبقى بالنسبة له شهر يناير بالتفصيل، ايه في يناير هنزله وفي فبراير وهكذا. يعني احنا كده بناخد مجمل رؤوس اقلام للشهر هيبقى ازاي، التفاصيل طبعا كل شهر هننزلها لكل برج. تمام نبتدي نشوف بقى شهر يناير عامل معاكم ازاي برج الميزان. طيب نبدا بالنسبه بقى للسنه دي برج الميزان معاك كده في المختصر، هتكون في عقبات وعندك انطوائيه وعزله كده شويه ومرحله سلبيه هتدخلها، وبسبب ناس بيحيطوا بيك بيغيروا منك، بيغيروا من نجاحك، عايزين يوقعوك، عاوزين ينتصروا عليك، عاوزين يحبطوك وهم اللي ينتصروا. هتحس فجأة كده ان انت قبل منتصف العام هتحس ان انت واقف في نفس المكان ما بتتحركش، بس هتبتدي من نص السنة التاني من بعد مايو عندك ربح وحظ مالي رائع يا برج الميزان. هتحس بس بداية السنة، ما تزعلوش من كلامي، بس هتبتدوا شوية كده السنة معاكم فيها عقبات، لكن نقول من 16 مايو زي ما قلنا هتبتدي الانفراجات معاكم. طب شهر يناير يا ايمان هيبقى ازاي؟ شهر يناير نقدر نقول ان هو هتبتدوا الشهر ازاي بقى؟ عندكم شغف، عندكم حماس، عندكم تحديات، انا هواجه الضغوط والمشاكل اللي انا فيها زي ما قلت لكم، هتبتدوا لا انا مش هضعف، انا قويه، انا قوي، هحقق اهدافي، هوصل للمستوى اللي انا عاوزه في عملي. احتمال كمان بعض مواليد برج الميزان هيكتشف ان حد عمله سحر، يعني احتمال حد من بداية السنة كده يا هيكتشف خصمه او هيكتشف انسان كان بيتعامل معاه بمنتهى النبل والصراحة والصداقة العميقة، هيكتشف انه كان مخادع. او في بعض مواليد برج الميزان لو كان مرتبط بشريكة او كان بيحب واحدة، هيكتشف ان هي كانت بتجلبه ليها بالطاقات السلبية، سحر بقى، بتشتغل بقى بطاقات سلبية، يعني هيكتشف أمر في ارتباط عاطفي. أنا عاوز أتأكد برضو كده لشهر يناير مواليد برج الميزان. طيب تمام، عندك كشف لأمر مداري بخصوص صديق خدعك، أو صديق كنت بتعتبره صديق بس هتخدع فيه، أو شريكة، أو هتحس كده ان انت الدنيا مكلكعة معاك شوية من كل الاتجاهات، بس في الاخر هتقول انا مسامحهم وانا مش هوقف حياتي على ناس بيغيروا مني، او نقدر نقول ان في ناس في محيطك يا برج الميزان بيغيروا منك، حاذر منهم على قد ما تقدر في يناير.